سيادة السفير، بألف الصحة والسلامة. كنت لسه بتكلم على فعاليات الرئاسة اليوم، لكن يعني اسمح لي قبل أن أدخل في تفاصيل ما جرى اليوم أعود إلى يعني خلال يومين ماضيين كان هناك حدث ربما يجب أن نتوقف عنده كثيرا وطويلا، وهو تحويل الريف المصري كما قلت من حالة إلى حالة، إعادة بناء وتغيير شكل الريف المصري بما يليق بالمواطن المصري من خلال حزمة من التغييرات، الحياة اليومية، الصرف الصحي، التعليم، الصحة، البنية التحتية، بيوت الناس، شكل الناس، ده من خلال دفعة جديدة بتكلف الدولة حوالي 500 مليار جنيه على مدار سنوات، المرحلة الأولى 1500 قرية تضاف ل 400 قرية في إطار حياة كريمة. يجب أن إحنا في الإعلام ربما لم ننتبه إلى ضخامة ويعني هذا الحدث، فتعليق سيادتك على هذا الموضوع أولا قبل أن ندخل في فعاليات الرئاسة اليوم. طبعا هو زي ما حضرتك تفضلت أنه هي مبادرة عظيمة جدا وطموحة جدا. المبادرة في إطارها الشامل يعني بتتناول جميع قرى مصر يعني من عدة مراحل. طبعا قرى مصر حوالي 4800 قرية، ولما بنتكلم على القرى في مصر ما بنتكلمش على تجمع السكني داخل القرية لوحدها، ولكن القرى وتوابع القرى من عزب وكفور ونجوع وتجمعات سكنية صغيرة، والعزب والكفور والنجوع عددها يعني آلاف صحيح. كثيرة. فإذا احنا يعني هذه المبادرة اللي بتأتي في إطار حياة كريمة اللي بدأت منذ عام تقريبا بتتناول جميع القرى المصرية، زي ما قلت لحضرتك عددهم 4800، تم إنجاز منهم في مبادرة حياة كريمة حوالي 380 قرية، تم رفع كفاءتهم وتطويرهم على النحو اللي أشرحه لحضرتك، ويتبقى 4400 قرية المرحلة الأولى من المبادرة اللي سيادتك ذكرتها للسيد الرئيس، واللي هتبدأ بعد أيام في شهر يناير، ستتناول ما بين 1300 لغاية 1500 قرية. طيب القرى دي سيتم التعامل معها إلى أن نصل لجميع قرى مصر في خلال ثلاث مراحل على مدار ثلاث سنوات. يعني ثلاث سنوات نكون وصلنا إلى كل القرى المصرية. مظبوط. المرحلة الأولى زي ما حضرتك ذكرت بالظبط هي تكلفتها 500 مليار جنيه، بتهدف إلى الآتي في القرى وتوابعها. أولا بتهدف إلى رفع مستوى المعيشة من كافة نواحي الحياة والنواحي المعيشية والاجتماعية في تلك القرى. الخدمات اللي موجهة من الدولة للقرى هي عبارة عن خدمات بنية أساسية وخدمات عامة، ده لو هنصنفهم بشكل عام. يعني خدمات البنية الأساسية مياه شرب، كهرباء، إمدادات للكهرباء، صرف الصحي، النظافة، البيئة، تبطين الترع، مشروعات الإسكان، الخدمات الزراعية، الخدمات البيطرية، برامج التدريب على مضاعفة الإنتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التدريب والتوعية على أساليب الري الحديثة، مراكز مشروع قومي لمراكز تجميع الألبان يخش في إطار هذا. صحيح. المراكز تجميع الألبان المتطورة والحديثة، برامج المتنوعة جدا اللي خاصة بوزارة الزراعة، منها على سبيل المثال برامج استغلال المساحات والفراغات وتربية الثروة الحيوانية ومشروع البيتلو. صحيح. والدواجن، كل ده كل ده يتم في إطار الخدمات البنية الأساسية. الناحية الثانية في الخدمات العامة اللي هي المنشآت التعليمية، المنشآت الصحية، الوحدات الصحية، الوحدات البيطرية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برامج دعم المرأة والتوعية، الدعم والفئات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وما إلى ذلك. فهو برنامج الحقيقة كامل متكامل في كل نواحي الحياة على مستوى مصر. أول مرحلة زي ما قلنا ستتناول حوالي 1500 قرية موزعين على 50 مركز على مستوى الجمهورية ما بين 20 ل 22 محافظة. توزيع المركز هو ثاني أكبر توزيع بعد إداريا بعد توزيع قرية. المحافظات، لا بعد توزيع المحافظات. صحيح. عندك المحافظة ثم مركز ثم قرية. صحيح. ثم مدينة ثم مجلس مدينة ثم وحدة محلية ثم قرية ثم عزب فكفر فنجح.
كل دي في هناك خطة شاملة تم وضعها من بمجهود جماعي متكامل من كافة الأجهزة. تم تحديد القرى المستهدفة عن طريق وزارة التخطيط وجهاز التعبئة والإحصاء وكل الأجهزة المعنية في هذا الأمور، وأيضا طبعا وزارة التضامن الاجتماعي. عايز أقول لحضرتك إن الآلية اللي سيتم التنفيذ من خلالها هي آلية تم بلورتها وتم وأثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا. هي آلية عبارة عن مشاركة مجتمعية ما بين الجهات الحكومية المتمثلة في الحكم المحلي، في وزارة التنمية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط، وزارة الصحة، وكافة الوزارات المعنية، ومع منظمات المجتمع المدني، زائد الجمعيات الأهلية، زائد مجتمع القطاع الخاص ورجال الأعمال باشتراك أيضا صندوق تحيا مصر. فهو مجهود ضخم جدا. هذه الآلية اللي بقول لحضرتك عليها تبلورت بشكل كبير خلال المبادرات الرئاسية المتنوعة خلال السنوات الماضية، وأثبتت فعالية كبيرة بمن ليها دلوقتي قاعدة بيانات كبيرة جدا. بقى في خبرة لكوادر هذه الآلية للتعامل مع أهالينا وفي الريف وكيفية الوصول إليهم والوقوف على مشاكلهم. فده يعني ده باختصار مجمل المشروع المبادرة طب اللي هتم على 3 سنوات زي ما قلت. سعادة السفير، يعني كده أقدر أبشر الأهالينا في الريف في مصر إنه في عام 2024 إن شاء الله يكون عند الريف المصري الحديث الريف الحقيقي اللي فيه إنتاج، فيه حياة كريمة للناس. هيستفيد منه تقريبا كم مواطن مصري هذا المشروع؟ المرحلة الأولى بيستفيد منها حوالي 18 مليون مواطن من قاطني القرى وال 50 مركز اللي قلت لحضرتك عليهم. 18 مليون مواطن. تليها المراحل الأخرى طبعا، يعني نسبة كبيرة جدا من القطر المصري به قرى وبه الكفور والنجوع وما إلى ذلك. فسيادتك بتتكلم على تعداد كبير جدا لو هنتكلم على المشروع ككل يعني لما يتم بإذن الله.